اجيب منين الصحبه ديت بتتجاه؟ اصلا الاخوه درجات، اعلى درجاتها، اعلى درجات الاخوه الاثاره، وادنى درجات الاخوه سلامه الصدر. لازم نبقى مع بعضينا، عارفه كده القلب الحلو، مش بتخبص، مش عماله تضرب اسفين، مش عماله تقول للمدرس، مش عماله مش عارفه تقول لصاحبتها، مش في الشغل عماله تعمل اصل علشان ابقى في الشغل فانا اروح للمدير ما اعرفش اقول له ايه عنها، ايه ده واسمها صاحبه؟ لا ده مش الصحاب دول، دول مش الصحاب اللي زي دولت، مش صحاب ولا تصاحبيهم ولا حيدي العلاقه معاهم. ناس بيأذوكي حيدي الاذى وحيدي العلاقه معاهم، ما تسمحيش للاذى ومنعيه. سهل، لا والله ده مش مناسب، وتعلمي تقولي كلمة لا مش خير، ما ينفعش، غير مناسبني الأمر ده، مش لا ما ينفعش أنزل دلوقتي، مش مناسبني التعامل اللي انت بتعامليه يا بنتي اللي مش عارف، وكلام بنسمعه كده ما بيننا احنا اصحاب، ايه ده؟ لا طبعا في ادب وفي احترام في الكلام، حتى لو صاحبتي، حتى لو صاحبتك وانت بنتك، في ادب في الكلام، ما ينفعش انها تتعداه تبقى في وسط الناس وتقول لك يا مش عارفه، لا اصل احنا اصحاب. لا وقولي انا طريقه كتالوجي في التعامل 1 2 3، تعامل معايا باحترام 1 2 3، خلاف كده لا. وحددي انت اللي بتحط الاطر اللي قدامك عاملك ازاي من الصحاب، حدودك. لا ما تسال ليه، تسالي ليه؟ حاجه علم لا ينفع وجهل لا يضر. اتعلمي الجمله دي، لقيتي فيه اذى خلاص سيبي، نصحتي مره واتنين وده طريقه التعامل وتعدت عليكي سواء لفظا او قولا او بالافتراء او كده، مع السلامه، مع السلباب يفوت 1000 مليون جمل. لكن انك انت تتمادي وتسيبي او انك عادي لا غلط. سر بيتك ما يطلعش يا بنتي، كلام عن اهل واخواتك وكذا وبتاع، ده في صاحبه بقى بتصاحب البنت عشان زي اخوها الصبيان، تقول لك اخوها مش عارفه ايه، وتكلميني عن اخوك برضو غلط، برضو غلط، بيصاحبه عشان كده والله انا عارفه، فده مش صح. لما اقول اعلى درجاتها الايثار، يؤثرون على انفسهم بالنصيحه وبالخير وباللي كذا، دي الصح، ده الصح، ده دي الاخوه. وسلامه الصدر، صدرها سليم من ناحيتك، مش قدامك مش عارفه ايه وتروح تخبص عليكي جميع انواع الفتن عشان الشله دي تسيبك وعشان دي تقول عليكي ودي كده. ولما تلاقيكي اتصاحبتي على واحده تروح تصاحب البنت دي عشان تاخدها منك. اعرف بنات كده فعلا على نفسيتها مريضه، يا اما بيبقوا فاقدين حنان في البيت، يا اما بيبقوا فاقدين معامله، يا اما بيبقوا فاقدين فاقدين اساسيات التعامل. ده شيء لازم تبقي فاهماه كويس، ولازم تبقي حريصه ان اللي تختاريها تبقى من بيئه سويه، وبيختبر وبيختبر وبيتبان في المواقف. بس ساعه لما تلاقي اذى جالك، شكرا مع السلامه، شكرا خلاص مش عايزين، مش مكملين. الصاحب ساحب، يا تسحبك لخير يا تسحبك لشر، عشان كده لازم تاخدي بالك. طب امتى اكمل وامتى انفصل وامتى اعمل مشكله؟ اكمل لو انا بنصح وانا اللي عارفه ان شخصيتي اقوى من شخصيتهم، هم مش هيجروني للغلط، بل انا اللي ههديهم للصواب وهديهم للخير وانصحهم لله. الصلاه، الحجاب، ما ينفعش تكلميش ما تعملي كذا، مش تقولك بقى بس يا اللي من العصر كذا، تعالي تعالي تعالي، سيبك من الكلام ده، ما هي عايزه انكم اذا عايزه تبقي زيها، عايزاكي تبقي زيها. لقيتي نفسك لا ضعفتي سيبي، لكن لو انا شخصيتي لا انا اعرف وانا اقود واعرف انصحهم ومحدش ياثر عليا وانا ليا هويه وانا ليا كذا، توكلي على الله، خلاف كده لا. طيب امتى بقى انسحب بس بعد اعمل عاصفه ومشكله؟ لو سوقت واتكلمت في اعراض، ساعتها تجيبي وتجيبي الطرفين وتقعديهم وكذا وكذا، وتعرفيهم دي غلطانه ودي كذا، وانا سبتها تصدقوا وما تصدقوش، بس انت غلطانه ودي الاثباتات 1 2 3. يا مؤمنين، ده ساعات ابص الاقي البنات بعتلي من البنات تسجيلات، قلت لها حبيبه قلبي هي يعني هي اذنت لك انك تسجلي لها؟ لا، طب ما دي المجالس بالامانات، دي تبقى صاحبه اللي تاخد سكرينات ولا تاخد تسجيلات وتروح عشان تبوظ سمعه صاحبتها؟ ده مش صاحبه. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، خلي بالك.